احبابي كديري لاباس عليكم، نتمنى احوالكم كلها تكون بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. المهم فاش رجعت للدار من ايكيا قلت لا والو، نشارك معكم المشتريات اللي شريت. راني كيف وعدتكم غادي نشارك معكم المشتريات اللي شريت، ماشي شي حاجه كثيره لكن نوريكم شنو خديت، ماشي مشكل. المهم خليكم معايا وما تمشيو فين، ونوريكم على حق. اول حاجه خديتها البنات هي هاد دينا، حنا كنقولوا ليها دينا هنا، اش كنقولوا ليها في المغرب؟ شي كوات، ما عرفتش بالضبط هاد الكوفرلي ولا ليزار ولا كوفرلي ولا حنا كنقولوا ليه سينغسات. خديت هذا البنات، هانتوما البنات كيجي غزال مورد، بغيت غير نبدل شويه. وهذا المهم خديت هذا لونو في الغوز بحال هكا. المهم هذا خديته انا كان عندي ما فاش حولتهاش عندي، وكان الصيف ما كناش محتاجينه، فكنت محتاجه. من الاشياء اللي خلاتني انني نمشي لايكيا هو هذا ما انا خديته، بغيت نفتح معكم تشوفوا لا كاليتي ديالو. انا غادي نجيب مقص ونرجع. هو البنات من بعد ما فتحته كيف كتشوفوا معايا هنايا لا كاليتي ديالو غزاله بزاف بزاف. هانتوما راه ماشي غليظ بزاف، وفيه الريش لداخل، فيه الريش غادي يكون سخون مي ما غاديش يكون سخون بزاف كيف كتشوفوا هنايا. زوين هذا، خديته ب 599 كرونا، نقولوا 600 درهم هكاك مغربيه. كانوا اللي كانوا رخص منه، لكن انا بغيت شي حاجه اللي تكون كاليتي ديالها زوينه، وكاينين اللي غاليين مي هاد الثمن هذا بالنسبه للحاجه اللي غادي تكون زوينه بحال هكا يعني مزيان. فاش شفتو شنو نقول لكم، عرفت باللي فيه الريش، وهذا الشيء اللي خلاني ناخذه لانه ما كيكونوش ثقالين بزاف، ما كيكونوش ثقالين، وكيكون لا كاليتي ديالهم زوينه. ها نتوما كيف كتشوفوا هنايا غزال، هذا عجبني بزاف، كذبش عليكم عجبني بزاف بزاف. وهنا راني فتحت كذلك، راني فتحت هذا الخيطات ديالو، شفتو واعر. وما نقول لكم الثوب ديالو غزال 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 غزال، وعجبني انا كيعجبني نبدل اللوين ديالو زوين. كان عندهم بزاف ديال الاشكال، لكن قلت ناخذ هذا ونشوف كي غادي يجي الخيطه. وهذا اللي كيكون فيه ديجا الفتحه باش كندخلو هكا، شفتو باش غادي ندخلو هاد هاد الجين نارش اللي كيقولوا لي بالعربي، والله ما عرفت راكم فاهميني، انا عارفه راكم غتفهموني. كندخلو هنايا و كنحطو هكا فوق ناموسيه، كيجي الديكور ديالو غزال، وكيسخن لواحد يعني تغطي بيه ولا هذا، يعني زوين عجبني بزاف. قولوا لي الراي ديالكم الا عجبكم، قولوا لي الراي ديالكم. المهم هادشي اللي كاين. وهنايا ديت هادي اللي غادي نفرشها هكا في الاول في الناموسيه، خديتها في الغوز كيف كتشوفوا في اللون ديال باش يجي داكشي اسورتي يجي زوين، خديتها في الغوز. هذه كان ثمنها بالنسبه لهاد الكوفرلي ولا هاد ليزار كان الثمن ديالو 400 و ما عقلتش بالضبط، المهم نقولوا 450 درهم هكاك مغربيه ولا المهم بحال هكا 400 وشي حاجه ما عقلتش بالضبط. وهذا خديته ب 139، هذا بقيت عاقله عليه بالضبط واش دابا حيت الكورونا النرويجيه نازله تقريبا بحال بحال المغرب، داكشي ما عنديش فكره، كنعطيكم غير الاثمنه يعني تقريبا. مهم هذا في الغوز حتى هو التوب ديالو انا عندي في البيج، وعاود خديت منه في الغوز لانه التوب ديالهم غزال. القياس اللي خديت هو 160 على 200 حيت انا الناموسيه ديالي فيها 150 على 200، ما كبيرهش بزاف. خديت هذا وندوزو لهادو اللي خديتهم، عندي واحد السريجين في الكوزينه وبغيت نزينو هكا بشي حاجه اللي واخا ماشي اصليه يعني، واخا غير بلاستيك، ولكن كتعطي واحد الجماليه
المطبخ ديالنا ولا الكوزينه ولا في محطتين كيجيو غزالين. المهم خديت هذا بوحدو وهذا بوحدو، هذا ما عقلتش الصراحه، ما عقلتش على الثمن بالضبط لانه غير هزيت شفتهم هزيتهم ناسقين مع بعضياتهم صافي وخديتهم. عجبني هذا وعجبني وخديت هذا، هانتوما شوفوا هذا راه واقيلا هذا غير هذه بوحدها واش 69 كرونه شي 70 درهم واقيلا ولا 59 69 ولا 59 ولا 79 ما بقيتش عاقله بالضبط. هانتوما غزال هادي وخديت هذا، هذا واقيلا 19 هكا كيجي غزال. خديت منهم جوج لانه بغيت هكا نديرهم في السريجيم ديال المطبخ، بغيت نديرهم هكا غادي يجيو غزالين. شنو رايكم؟ هنا بدلت ما بغيتش ناخذ بحال هذا، قلت ناخذ هذا الشكل هذا باش كيعطي واحد الجماليه. نتوما في السريجيم ديال الكوزينه يجيو غزالين، نحطهم بهذا الشكل هذا غادي يجيو واعرين. المهم نكمل معاكم خديت هذا لي زوين بزاف بزاف والثمن ديالو طوب مناسب 29 كرونه 30 درهم هكاك مغربيه. غزال كتديري فيه تستعمليه فاش تكون كتحضري لي سالاد لي سالاد فخوي، شنو نقول لكم اي حاجه تستعملي تشرملي فيها الدجاج اللحم، يعني عنده عده استعمالات. عجبني بزاف و يعني تشوفوا السمك ديالو يعني شنو نقول لك فيه 28 سنتيمتر، يعني شنو نقول لكم غزال وزوين ولا كاليتي ديالو زوينه. انا عجبني وخديته جاني رخيص ما جانيش غالي، رخيص بزاف. وندوزو الشميعات هادو، هذا ديال فرامبواز وهذه ديال الفاني، ما نقول لكمش على ريحه فيهم. راه شفتوا في لا فيديو اللي قبل هضرت لكم عليهم غزالين والكويسات ديالهم كاس نيت شفتوا ما فيهش زعما شي تري سامبل ما فيه والو، كتحيدي له غير هادي كيبقاو 40 ساعه. ما نقول لكمش الريحه ديال الفاني والريحه ديال الفرامبواز نيشان شي حاجه واعره، ننصحكم بهم كيديروا 29 كرونه رخاصين وزوينين. شنو خديت عاوتاني؟ هذه ديال البهارات كنت خديت منهم شحال هذه وكان باقي خاصني، خديت 4 هذه اللي كنت راه كنشاركتهم معكم من قبل، زوين بزاف عاملين غزالين، خديت غير 4 منهم هادشي اللي كاين. وخديت لي سيرفيات هادو فيهم انتما 100 انتما فيهم 100 40 على 40 سنتيمتر، يعني زوينين هادو غزالين، يعني حنا كنحتاجو لي سيرفيات في الدار. هادو نخليهم هنايا ماشي مشكل. وهادو اللي كانوا ب 4 كرونه 5 درهم الوحده رخاصين زوينين، الواحد يحتاجهم في تنطفي بهم المطبخ الحمام، يعني زوينين عجبوني وخديتهم صافي. كيف قلت لكم راه ما خديتش ساليت، راه ما خديتش حاجات بزاف. المهم كيف شفتوا معايا هادو هما المشتريات اللي خديت، نتمنى انهم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وتكون خديتوا هكا فكره حتى نتوما. وكيف شفتوا راه ما خديتش شي حاجه اللي كثيره حيت ما محتاجاش الصراحه، لحد الان ما محتاجاش يعني نشري شي حاجات كثار، داكشي اللي مشيت ليه فانا خديته وشاركته معاكم. وخديت اشياء اللي ما كنتش دايرها الصراحه في البال انني غناخذها، ولكن فاش مشيت لتما يعني خديتها. هادشي اللي كاين البنات، نتمنى ان هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف ظريف عليكم، هذا هو الاهم. كنتمنى ان اللي شاف هاد الفيديو يخلي لي لايك ويخلي لي اشتراك، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، والقاكم في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.